بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة التعليم الفني الصناعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة على قناتنا، قناة مصر للتعليم الفني. حلقتنا النهاردة مخصصة لطلبة الصف الثاني تريكو آلي، وهنكمل مع بعض. كنا بدأنا الحلقات قبل كده، بدأنا بمادة التراكيب البنائية، وخدنا فيها حلقة تناولنا فيها رسم غرزة الأجور، وخدنا منه نوعين، الأجور الواسع والأجور الضيق، وكمان اخدنا خلايا النحل بانواعه الخفيف والتقيل. النهارده هنعمل عمليه مراجعه كده على الباب الاول عشان نبقى انتهينا منه تمام، وكمان عايزين نشوف شكل الاسئله النظري اللي ممكن تيجي لي، وكمان اسئله الرسم. يعني هنبدا نستعرض الاول الاسئله النظري اللي ممكن تيجي لي في الامتحان، وبعد كده هنكمل باسئله الرسم، وان شاء الله ان الوقت كفى معانا هنبدا بالباب الجديد اللي هو ترتيب الابر على المكنه المستطيله النصف جكر عن طريق التعليق. لو الوقت ما كفاش يبقى ان شاء الله هنكمله في حلقات قادمه باذن الله، وان شاء الله بعد كده نعمل مراجعه نهائيه قبل امتحان الترم. اتمنى ان انتوا تفهموا معايا كويس، ويلا نستعد مع بعض، وعايزين نجهز ورقنا وادواتنا عشان هنبدا نرسم مع بعض. نبدا مع بعض دلوقتي. اول حاجه عندي هي هنعمل مراجعه على الباب الاول. طيب المراجعه على الباب الاول عندي في التراكيب البنائيه شامله ايه؟ احنا اتفقنا ان هي شامله غرزتين، غرزه الاجور وغرزة خلايا النحل. جالي سؤال وقال لي أكمل ما يأتي بكلمة مناسبة. واحد، غرزة خلايا النحل يتم فيها تقسيم لإبر نقط الأمامي بينما الوجه نقط تعمل به جميع نقط. يا ريت نفتكر كده التعريفات عشان نبدأ نركز في الجملة ونعرف الكلمة اللي ناقصة. رقم 2، خلايا النحل الثقيل ترتب نقط الوجه الأمامي إبرة تعمل ونقط لا تعمل. نركز مع بعض كده في السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول لي إيه؟ عند إنتاج خلايا النحل الخفيف، يعني إحنا معنا كده إن إحنا قلنا إن إحنا عندنا نوعين من خلايا النحل، خلايا نحل خفيف وخلايا نحل ثقيل. عند إنتاج خلايا النحل الخفيف يتم تغطيس نقط للتعليق على إبر الوجه نقط عدد نقط من السطور. تمام؟ طيب نشوف مع بعض كده السؤال الرابع بيقول ايه؟ يوجد نوعين من خلايا النحل، نقط ونقط. يبقى هنبدأ نكتب الأنواع بتاعتي. رقم 5، عند تنفيذ خلايا النحل الخفيف بترتيب إبر، واحدة تعمل وثلاثة لا تعمل، طبعا الثلاثة دي المقصود بها الإبر طبعا، وثلاثة لا تعمل، يتم عمل نقط عريجة. طيب السؤال السادس بيقول لي يقصد بالتعليق انه ترتفع نقط لتأخذ نقط او اكثر بدون نقط. رقم 7، انسجة الولت، طبعا انسجة الولت دي اللي هي الغرزة الايه؟ الغرزة العايمة، مظبوط. انسجة الولت ترتفع فيها الابر اصلا كما في حالة اقمشة نقط. طيب نشوف بقى كده الاجابات بتاعتي. عايزين نركز قوي عشان لو كلمة غير اللي احنا قلنا عليها دي اتكتبت طبيعي ان الدرجة بتاعتك ضاعت. السؤال الاولاني كان بيقول لي غرزة خلايا النحل يتم فيها تقسيم لإبر نقط، إبر مين؟ ايوة إبر الوجه الامامي بينما الوجه الخلفي بتعمل به جميع الإبر. يبقى دايما في كل انواع خلايا النحل هلاقي ان الوجه الخلفي كله شغال والوجه الامامي هو اللي بيبقى فيه تقسيم. طيب السؤال التاني بيقول لي خلايا النحل الصقيل ترتب إبر الوجه الأمامي إبرة تعمل وإبرة لا تعمل. يبقى الكلمات اللي كانت ناقصة عندي النقطة الأولانية كانت كلمة إبر، والنقطة الثانية كانت كلمة إبرة. طيب السؤال الثالث، عند إنتاج خلايا النحل الخفيف يتم تغطيس مين اللي بنغطسها؟ أيوة كامة السرة، للتعليق على إبر الوجه الأمامي عدد 4 سطور. وده كان السؤال رقم 4، بيقول لي يوجد نوعين من خلايا النحل، أيوة الخفيف والثقيل. رقم 5، عند تنفيذ خلايا النحل الخفيف بترتيب إبر واحدة تعمل وثلاثة لا تعمل يتم عمل سنتين عريجة. تمام؟ طيب نكمل مع بعض الجزء النظري. عندي رقم 6 بيقول يقصد بالتعليق أنه ترتفع الإبر لتأخذ خيط أو أكثر بدون تصريف.
يعني الإبرة المعلقة بتبدأ تطلع تاخد خيط، ولكن ما بيتمش تصريف الغرزة. وده كان الفرق ما بين الغرزة العايمة والغرزة المعلقة، إن الغرزة المعلقة الإبرة بتطلع وبتلقط خيط لكن ما تصرفش، لكن الغرزة العايمة الإبرة ما بتطلعش أساسا وبيمشي الخيط بتاعي في خط مستقيم. طيب احنا عندنا كم نوع من انواع خلايا النحل؟ قلت ان انا عندي نوعين من خلايا النحل، خلايا النحل الخفيف وخلايا النحل الثقيل. وقلت ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قلت ترتيب الابر دي اول حاجه، الوجه الخلفي كله شغال سواء كان ثقيل او خفيف. طب والوجه الامامي؟ ايوه، في الوجه الامامي ترتيب الابر في الخلايا النحل الخفيف ايه؟ خلايا النحل الخفيف يعني عادي الابر اقل، يبقى ابره تعمل وثلاث ابر لا تعمل، وعشان كده احنا بنعمل كمان سنتين عرجه. طب امال خلايا النحل الثقيل؟ لا، خلايا النحل الثقيل بيختلف، انا عايزه ازود فيها عدد الابر الشغاله، ففي الحاله دي بيبقى ترتيب ابر الوجه الامامي ابره وابره. يعني ايه ابره وابره؟ يعني ابره تعمل وابره لا تعمل، وبعمل سنه عرجه. طيب نكمل مع بعض كده اسئله الاكمل. اكمل ما ياتي بكلمه مناسبه. هنبدا بقى هنا في الاجور. يوجد نوعين من الاجور، ايه هما نوعين الاجور بتوعي؟ انا عايزاكم انتوا بقى اللي تجاوبوا على الاسئله دي وتبعتوها لنا ان شاء الله. يوجد نوعين من الاجور، ايه هما؟ ايوه، الاجور بنقل ابره والاجور بنقل ابرتين، او الاجور الواسع والاجور الضيق. طيب السؤال الثاني، يتم تنفيذ غرزه الاجور على نقط واحد من نقط على وجه، كلمه وجه واحد من الماكينه، لان انا عندي غرزه الاجور بتنتج على وجه واحد. ورقم ثلاثة، يتم نقل غرزتين لعمل ثقب ايه؟ ايوه، لعمل ثقب اكثر اتساعا. طيب هنبدا بقى دلوقتي ونعمل مراجعه على الرسم. واول سؤال عندي اهو بيقول لي ايه؟ ارسم غرزه الاجور بنقل ابره ونقل ابرتين بالاسلوب الرمزي والتصويري. يبقى هنا بقى هنبدا نستعد عشان نشتغل الرسم بتاعنا. اول غرزه قال لي غرزه ايه؟ الاجور بنقل ابره، والغرزه الثانيه هي الاجور بنقل ابرتين. طب هنبدا مع بعض ونبدا نشتغل ونعمل الاجور بنقل ابره. طيب احنا عشان نعمل الاجور بنقل ابره، لا ده انا لازم احدد كمان الابره اللي انا هنقلها، يعني انا لازم اعمل الاسلوب الرمزي وعن طريق السهم بحدد الابره اللي انا هنقلها وانهي اتجاه، يعني انا هنقلها على ابره اتجاه اليمين ولا ابره اتجاه الشمال، لان ده طبعا بيختلف معايا في اتجاهات الرسم. فهنبدا مع بعض بغرزه ايه؟ غرزه الاجور بنقل ابره، هنبداها هي اول واحده بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصوير. هنبدا مع بعض كده وهحدد المساحة الرسم بتاعتي، ولتكن أربع إبر وأربع سطور، ودي أقل حاجة أنا ممكن أعملها عشان الغرزة تبان معايا أهو. وببدأ أقفل المربع بتاعي أهو بالشكل ده، دول كده تلاتة، هعمل واحد كمان يبقوا أربع أعمدة أهو بأربع إبر وأربع سطور أهم أهو بالشكل ده كده، عملت أربع إبر وأربع سطور، ودي أقل حاجة. طبعا إحنا متفقين قبل كده إن دي كده ترتيب الإبر أهو، أربع إبر، وآدي ترتيب السطور أربع سطور أهو. طيب باجي بعمل رمز غرزة الأجور، رمز غرزة الأجور هو O، يبقى أنا بعمل كله عبارة عن O بالشكل ده كده، ده رمز غرزة الأجور. بس طول ما أنا ما حددتش الإبرة اللي أنا هنقلها، ده كده جرسي عادي، لازم أحدد الإبرة اللي أنا هنقلها علشان يبان معايا ده إيه. تمام، يبقى أنا هنا هاجي مثلا هنا على دي، على الابره دي، واعمل لها السهم ده كده. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول ان الابره رقم 3 في الصف رقم 2 انا هنقلها على اليمين. تمام كده؟ طيب نبدا نرسم هنا الاسلوب التصويري على المقاس اللي انا اخدته.
اللي هو 4 إبر أهو و4 سطور بالشكل ده كده. بحدد النقط على مسافات متساوية عشان أنا هشتغل وتطلع غرزة منتظمة. طبعا أنا ممكن أعملها 4 و4، أنا بشتغل 4 مربعات و4 مربعات، في ناس ممكن تشتغل 3 و4، في ناس تشتغل 4 و5. السطر الأولاني زي ما أنا شايفة أهي كله غرزة ظهر وخدنا قبل كده أهو، السطر الأولاني كله غرزة ظهر، بيبقى عبارة عن نص دايرة زي ما احنا شايفين كده، وممكن يبقى استخدم دايما مسطرة الدوائر. طيب بعد كده السطر الأولاني التاني، عندي الأولى تصريف والتانية تصريف والتالتة دي هي المفروض أنا هنقلها أهي، أدي الأولى تصريف والتانية تصريف والتالتة اللي أنا هنقلها دي مش هرسمها أساسا، بدل ما ارسم وامسح لا انا ايه مش هرسمها اهو. تمام، السطر التالت كله غرزة تصريف اهو، تمام اهو زي ما احنا ماشيين، كله غرزة ظهر يعني على هيئة انصاف دوائر. طيب والسطر الرابع اهو كله غرزة ظهر اهو انصاف دوائر بالشكل ده كده. انا بشتغل بايديا عشان الوقت، لكن انتوا طبعا لازم مسطرة الدوائر. بعد كده كل راس، طبعا احنا عارفين ان الغرزه بتتكون من ايه، راس، ادي الراس، وبعد كده الساقين اللي هو الساق اليمين والساق الشمال اهو، برسم الساقين بتوعي اهو بالشكل ده كده، ساق يمين وساق شمال بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده اهو، برسم الساقين ليهم كلهم بالشكل ده. وناخد بالنا قوي وانا برسم ان الخطوط تبقى كلها زي بعضها، كلها بميل واحد عشان شكل الغرزة يبقى فيه عملية انتظام اهو بالشكل ده كده، على طول بنفس الشكل، وبكمل عادي اهو، وسبت بس الغرزة اللي انا نقلتها اللي المفروض هنقلها وهعمل مكانها ثقب. تمام، انا نقلتها فين؟ ايوه نقلتها ناحية اليمين، يعني الغرزة دي اللي انا حاطة عليها ايديا دي نقلتها ناحية اليمين، يبقى معنى كده ان هيبقى عليها راس تانية اهي، اللي هي المفروض راس الغرزة اللي هنا جات الناحية دي. تمام، وايه بعد كده؟ وكمان الساقين بتوعي اهو، ادي الساقين كمان جم الناحية دي بالشكل ده كده. عايزة بقى اوصل القدمين، لان انا عندي الغرزة بتتكون من الرأس والساقين والقدمين، او الرأس والساق والقدم اهو، انا وصلت اهو القدمين كلهم بايديا اهو، انا كده عملت الغرزة كاملة. لا ده لسه، دي هتروح فين؟ ايوه ودي هتروح فين؟ تمام، يبقى هاجي هنا بالشكل ده كده، دي هتتوصل كده ودي هتتوصل الناحية دي، وطبعا القدمين هنا متوصلين. يبقى انا كده رسمت الاسلوب الرمزي، ده الرمزي كده، وده التصويري لمين؟ لغرزة الأجور بنقل إبرة واحدة، وحددت كمان الإبرة اللي نقلتها. يبقى تاني ده الأسلوب الرمزي لغرزة الأجور بنقل إبرة، عملت 4 إبر و4 سطور، وطبعا كل إبرة بتعمل لي عمود، ولازم احدد الابره اللي انا هنقلها. طبعا حطيت الرمز او عشان دي غرزه ظهر، وعلى اساسها اشتغلت الاسلوب التصويري 4 اعمده في 4 سطور او 4 ابر في 4 سطور، وكل ابره متفقين انها بتعمل لي عمود. عملت الراس والساقين، والابره اللي انا هنقلها سبتها فاضيه، كان ممكن ان انا ارسمها وارجع امسحها، لكن انا سبتها فاضيه بدل ما ارسم وامسح. وبعد كده نقلتها ناحيه اليمين، حطيت الراس فوق الراس، ادي الساقين طلعوا لفوق،
والقدمين طبعا متشبكين عادي خالص. يبقى احنا كده رسمنا او عملنا نص سؤال. نص السؤال كان بيقول لي ايه؟ ارسم غرزة الاجور بنقل ابرة ونقل ابرتين. يبقى احنا كده بالظبط حليت نص السؤال. انا عملت له دلوقتي الاجور بنقل ابرة بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري، وقلت ان الاجور بنقل ابرة ده بيطلق عليه اسم الاجور الضيق عشان بيبقى فيه ثقب واحد بس، لكن الاجور بنقل ابرتين بيبقى ثقب واسع. ليه ثقب واسع؟ عشان انا نقلت ابرتين جنب بعض، فطبيعي عملوا لي ثقب اكبر في القماش. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الرسم بتاعنا هنا، وهنشوف ازاي نرسم الاجور بنقل ابرتين. اهو هحدد برضو المسافة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، واللي احنا اتفقنا ان هي عبارة عن 4 ابر واربع سطور اهو، وببدأ اقفل المربع بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو. لازم اقسم مظبوط عشان الرسمة تطلع معايا مظبوطة اهو. و اهو بالشكل ده كده قسمت الخطوط بتاعتي خطوط طولية وخطوط عرضية. تمام، كم ابرة؟ احنا اتفقنا على 4 ابر اهو. وكم سطور؟ كم سطر؟ على 4 سطور اهو. يبقى عدد السطور عندي 4 وعدد الابر برضو 4. طيب وهنشتغل برضو كل غرزة او اهي. واحدة تقول يا مس امال ايه الفرق ما بين الاتنين؟ انا هقول دلوقتي ايه الفرق ما بين الاتنين. بعد ما عملت الاسلوب الرمزي اهو كله او زي ما بدأنا بالاجور بنقل ابرة، هنيجي نعمل ايه؟ انا المرة اللي فاتت نقلت ابرة واحدة، لا هنا بقى انا هعمل اهو، عملت نقلت الابرة دي كده على اليمين ونقلت الابرة التانية على الشمال بالشكل ده كده. بوضح السهم عشان يبقى باين معايا، ولازم عشان اعمل غرزة اجور لازم يكون واضح معايا السهم كده. تمام، هاجي هنا وعايزة ارسم الاسلوب التصويري اهو. هبدأ احدد المسافات بتاعتي اهي، 4 نقط واربع سطور اهو بالشكل ده كده اهو، وبكمل الشبكة بتاعتي. النقط دي بتساعدني بس عشان اشتغل عليها، لكن للأسف في طلبة كتير بعتوا بيسألوا طب انا ابعد عن النقطة ولا ارسم عن النقطة؟ لا، النقطة دي بالنسبة لي تحديد عشان اشتغل عليه، يعني ملوش اي علاقة بالرسم. يعني لو انا هعرف ارسم من غير ما احطها اشتغل عادي. تمام، بعد كده بعمل الصف الاولاني كل غرزة ظهر اهو بالشكل ده كده اهو، كل غرزة ظهر عملت انصاف دوائر. طيب السطر التاني اللي هو اللي حصل فيه عملية النقل، ايه اللي حصل؟ اول واحدة غرزة ظهر واخر واحدة غرزة ظهر، والاتنين اللي في النص انا المفروض هنقلهم، فطبيعي ان انا مش هرسمهم اهو. سيبت الاتنين اللي في النص مش هرسمهم. ليه مش هرسمهم؟ عشان بدل ما ارسم وارجع امسح. وادي السطر التالت، وهسيب دول برضو كده، وهقول لكم انا سبتهم ليه، عشان المفروض دول غرزتين مفتوحين على بعض نتيجة ان انا نقلت الابرتين، فطبيعي هيبقوا براس واحدة. طيب نكمل مع بعض. اللي احنا عملنا لها الرأس هنعمل لها الساقين اهو زي ما احنا متفقين اهو بالشكل ده كده اهو. انا كده عملت الرأس وعملت الساقين، وهاجي هنا برضو هعمل الرأس والساقين اهو بالشكل ده كده انتظامية. طيب هنا بقى ايه اللي هيحصل عندي هنا؟ انا عندي الاول الابرة دي اتنقلت على الناحية دي، تمام كده، فنقلت الرأس، وعندي الإبرة دي اتنقلت على الناحية التانية فعملت الرأس الناحية دي، يبقى هنا كده رأس وهنا رأس. تمام،
نقلت الساقين بتوعي اهم بتوع الابره دي اهي كده، ولازم يبقوا خطين متوازيين بالشكل ده كده اهو، وهنقل الساقين التانيين اهو، ادي الساقين التانيين تمام. طيب هنا بقى انا هعمل كده ليه؟ انا عملت كده عشان دول غرزتين مفتوحين على بعض. طيب لما اجي اوصل بقى القدمين اهو واهو بالشكل ده كده الساقين اهم، وهوصل القدمين عادي اهو بالشكل ده كده اهو، وصلت القدمين بتوعي، ولو انا عايزة اكمل تحت بوصل تحت القدمين بالشكل ده كده. يبقى انا كده عملت غرزة الاجور بنقل ابرتين، ونقلت ابرة زي ما احنا شفنا على اليمين وابرة على الشمال، فعملت هنا في المنطقة دي ثقب واسع اهي. لو احنا خدنا بالنا هلاقي ان الحتة هنا بقت واسعة، يبقى معنى كده ده هيتنفذ لي على المكنة ثقب اكثر اتساعا. واحنا خدنا قبل كده وشفنا في فيديو قبل كده ازاي الاجور بيتنفذ على المكنة. يبقى احنا تاني عملت عشان اعمل الاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري لغرزة الاجور بنقل ابرتين، قلت بيطلق عليه اسم الاجور الواسع نتيجة ان انا نقلت ابرتين بجوار بعض. يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال بتاعنا، رسمنا غرزة الاجور بنقل ابرة واحدة بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري، وكمان رسمنا غرزة الاجور بنقل ابرتين بالاسلوب الرمزي والاسلوب التصويري. يا ريت ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنرسم، اما اجي احدد الابرة لازم احدد الابرة من الاسلوب الرمزي، ما ينفعش احدد ابرة في الاسلوب الرمزي واجي انقل في التصويري واحدة تانية، طبعا ده يبقى غلط. يبقى انا لازم وانا بعمل الاسلوب الرمزي بحدد ابرة معينة، هي دي الابرة وقت الرسم في التصوير اللي بنقلها، ولما اجي اعمل خطوط الساقين بتوعي لازم يبقى فيه ميل، ولما اجي اعملهم يكونوا متوازيين. لما اجي الساقين بتوع الابرتين المنقولين لازم يكونوا متوازيين على اعتبار ان هم عمرهم ما هيتقابلوا في نقطة، علشان كده لازم الخطين بتوعي يبقوا متوازيين. وزي ما اتفقنا ان الاجور بنقل ابرة لازم احدد الابرة بتاعته على اليمين او الشمال عشان دي بتفرق معايا في الرسمة. اما الاجور بنقل ابرتين ناخد بالنا دول ابرتين لازم يبقوا جنب بعض، يعني مفيش واحدة تنقل الابرة في اليمين وابرة في الشمال بعيدة عنها او في سطر تاني، ما ينفعش. احنا قصدنا بغرزة الاجور بنقل ابرتين ان الابرتين يبقوا بجوار بعض عشان يعمل لي ثقب اكثر اتساع. ويبقى احنا كده خلصنا الجزء النظري بتاعنا، رجعنا على الباب الاول الجزء النظري، ورجعنا كمان على رسم غرزة الاجور. طب نشوف مع بعض بقية الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه في مراجعة الرسم بتاعنا. ادي سؤال كمان اهو بيقول لي ايه؟ امامك اسلوب رمزي، امامك اسلوب رمزي، المطلوب اسم الغرزة ورسم الاسلوب الخرائطي والتصويري. هو فين الاسلوب الرمزي؟ ادي الاسلوب الرمزي قدامي. لو بصيت كده عايزة اعرف دي غرزة ايه؟ لقيت في اربع ابر متعلقين، وبعد كده في غرزة وجه. طب هي ايه؟ احنا ايه اللي خدناها فيها غرز متعلقة وفيها غرزة وجه؟ مظبوط، هي غرزة خلايا النحل. طيب بس احنا خدنا واحدة تقول يا ميس احنا خدنا نوعين من خلايا النحل، انهي نوع تقصدي؟ هبص هقول، هو انا عندي عاملة سن عريجة ولا سنتين؟ عشان بيفرق معايا في ترتيب الابر. هو دلوقتي السنة العريجة اترحلت على ابرة واحدة، اترحلت على ابرة واحدة، يبقى الطبيعي ان دي خلايا النحل الثقيل، خلايا النحل الثقيل اللي ترتيب الابر بتاعته ابر الوجه الخلفي كله شغال، اما الوجه الامامي ابره وابره، الوجه الامامي ابره وابره. طب تمام. طيب امال ايه التعليق دي؟ ده احنا هنرجع بقى للاسلوب الوصف بتاعنا، عايزين نعرف ايه هو الاسلوب الوصف لغرزه خلايا النحل الثقيل. اول حاجه ترتيب الابر بتاعي في الاسلوب الوصفي كان الوجه الخلفي كله شغال، طب والوجه الامامي كان ابره تعمل وابره لا تعمل. طب ترتيب السطور، ترتيب السطور اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، يبقى احنا كده ابره الوجه الامامي ما اشتغلتش،
حصل لها عملية تعليق. يعني ايه كلمة تعليق؟ اتفقنا ان الابرة طلعت لمستوى لقطت خيط وما صرفتش. لمدة قد ايه علقت؟ لمدة 4 سطور. طب وبعد ال4 سطور عملت ايه؟ صرفت سطرين. صرفت سطرين يعني عملت لغرزة وجه سطرين. يبقى احنا كده عملنا قد ايه؟ 4 تعليق و2 تصريف، بقوا 6. تمام. بعد كده عملت سن عريجة. هو يعني ايه سن عريجة؟ ما احنا خدنا في المعدات ان قضيب الابر الخلفي فيه يد جانبية اسمها يد العريجة، هي اللي بتعمل على تحريك قضيب الابر سنة او سنتين لعمل غرزة الزجزاج. طيب امال ايه يعني ايه حركتها سنة؟ حركتها سنة يبقى طبيعي ان انا افهم على طول حركتها بمقدار ابرة، حركتها بمقدار ابرة اتجاه اليمين. لما حركتها اتجاه ابرة اتجاه اليمين ايه اللي حصل؟ يبقى الابرة المعلقة دي اتحركت من مكانها. لما اتحركت من مكانها عملت بعد كده 4 سطور تعليق. تاني عملت تاني 4 تعليق، وبعد كده عملت 2 تصريف. يبقى احنا كنا عملنا الاول 6، وعملنا بعد السنة العريجة 6 كمان، يبقى احنا كده عملنا 12 سطر. مظبوط كده؟ تمام. ده كده كان الاسلوب الايه؟ الوصفي. هو عايزني دلوقتي اعمل له كمان اسلوب خرائطي واعمل له اسلوب تصويري. هقول له استنى، انت اول حاجه قلت له يقول لي اسم الغرزه. تمام. يبقى اول حاجه في الاجابه هقول له اسم الغرزه ايه؟ خلايا النحل الصقيل. وناخد بالنا لان في طلبه كتير بتنسى تقول اسم الغرزه. لا، انا لازم اركز في السؤال. بدايه السؤال قال لي اسم الغرزه، يبقى انا لازم اقول اسم الغرزه الاول. يبقى اسم الغرزه اتفقنا انها ايه؟ خلايا النحل الصقيل. تمام. وبعد كده قال لي اسلوب وصفي. تمام. انا وصفت، رتبت قضيب الابر الخلفي كله شغال، قضيب الابر الامامي ابره وابره، عملت 4 سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، 2 تصريف وسن عريجه جهه اليمين، وبعد كده عملت 4 تعليق و2 تصريف ورجعت العريجه. يبقى السطور بتاعتي على 12 سطر. مظبوط كده؟ تمام. طب عايزني برسم، لازم ارسم. طالب مني الاسلوب الخرائطي والاسلوب التصويري. يبقى هنبدا دلوقتي نحضر تاني ونشوف الاسلوب الخرائطي يترسم ازاي. اول حاجه عندي اتفقنا ان هي على كام سطر؟ على 12 سطر. يبقى انا هبدا هنا ارسم على 12 سطر اهو بالشكل ده كده. ده اول سطر عندي. الابر بتاعتي في الخلف كلها شغاله اهي بالشكل ده كده. انا عاملة تكرار واحد بس مش هزود. اما الوجه الامامي ابرة تعمل وابرة لا تعمل. شفتوا انا عملت ايه؟ يبقى ناخد بالنا قوي. ده كده اسمه ترتيب الابر. ده كده السطر رقم 1. طيب هعيده تاني فوق اهو بالشكل ده كده اهو. وهعمل برضو 3 ابر اهو شغالين في الخلفي. ده تكرار لكن انا ممكن ازود. وفي الوجه الامامي ابرة وابرة اهي، ابرة تعمل وابرة لا تعمل. ده كده السطر الايه؟ التاني. طيب ناخد بالنا نسيب مسافات عشان الابر ما تخشش في بعض اهو. ده كده السطر رقم 3 اهو بالشكل ده كده. وهعمل برضو الابر بتاعتي اهي. بدأت دايما بالخلفي اهو، 3 ابر اهو. والوجه الامامي ابرة تعمل وابرة لا تعمل. خدتوا بالكم ان انا عملت في الابر وضع تعشق؟ يعني ايه وضع تعشق؟ يعني الابرتين وفي النص الابرة. ما ينفعش الوجه الامامي يبقى قصاد الخلفي الا اذا كنت بعمل انترلوك. يبقى في الحاله دي عندي سلندر وضايل سهله، لكن هنا في المكنه المستطيله ما ينفعش. طيب نعيد تاني السطر الرابع اهو. ادي السطر الرابع بتاعي ونفس الشكل اهو. الوجه الخلفي كله شغال اهو. اهو الوجه الخلفي شغال. والامامي ابره وابره اهو. ده كده السطر رقم 4. تمام. طب نكمل واعمل رقم 5 هنا اهو بالشكل ده كده. نزلت تحت وعملت 4
الإبر في الوجه الخلفي اهي شغالة، ممكن أعمل 3، أعمل 4، أعمل 5 براحتي، بس أنا عاملة يدوب على قد التكرار. يبقى دي كده رقم 5، وهطلع فوق شوية وأعمل رقم 6 أهي كده، السطر رقم 6 بنفس الشكل برضو أهو، بنفس الشكل بتاعي أهو، ده رقم 6. وهقف هنا. ليه هقف هنا؟ لأن أنا قلت أنا عندي 4 سطور تعليق على إبر الوجه الأمامي، وبعد كده 2 سطر تصريف، وبعد كده بعمل سنة عريجة. طب احنا عايزين نشوف التعليق ده بقى هيمشي ازاي. اهو ده كده اللي انا عملته. ده ايه؟ انا كده لفيت الخيط عليه، ده كده اسمه خط سير الخيط، خط سير الخيط بتاعي. عملت اهو اول سطر تعليق، والسطر التاني اهو برضو تعليق اهو زي ما احنا شايفين. طب والسطر التالت اهو بالشكل ده برضو، السطر الثالث اهو تعليق. طب امال السطر الرابع؟ ايوه احنا قايلين 4 سطور تعليق اهو بالشكل ده. يبقى انا كده عملت 4 سطور تعليق. بعد ال4 سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، ناخد بالنا انا عامله التعليق على الوجه الامامي، الوجه الخلفي مصرف عادي. على ابر الوجه الامامي بعمل 2 تصريف اهو. بص لفينا ازاي اهو، اظن كده بقى ظهر الفرق ما بين الغرزه المعلقه والغرزه المصرفه. طب تمام، اعيد تاني اهو. ما بشيلش ايديا من على القلم، يعني القلم هو اللي شغال، ما ينفعش ان انا اقف واشيل وارجع، لان ده كده هيعمل لي تقطيعات. طيب انا كده عملت 6 سطور اولانيين، 4 تعليق على ابر الوجه الامامي، 2 سطر تصريف. طيب بعد كده احنا اتفقنا ان احنا بنعمل ايه؟ سنة عريجة. طيب احنا اتفقنا ان السنة العريجة دي هتعمل لي ايه؟ ايوه قلنا انها هترحل قضيب الابر بمقدار ابرة. تمام، نشوف كده بقى لما ترحل بمقدار ابرة ايه اللي حصل. اهو ادي ال3 ابر اهم في الوجه الامامي، هلاقي نفسي هنا بدأت بمين؟ ايوه اهو دي كده رقم 7. لما عملت السنه العريجه، ناخد بالنا الابره اترحلت ازاي. بعد ما كنت بادئه بالابره الشغاله في الوجه الامامي، بقيت بادئه بالابره الغير شغاله. يبقى دي رقم 7 ودي رقم 8 اهي، ادي رقم 8. الوجه الخلفي برضو شغال اهو بالشكل ده كده، والوجه الامامي ابره اهي، بدات بالابره اللي لا تعمل والابره بعدها تعمل، ده رقم 8. طب حد يقول لي احنا اتفقنا ان هم 12. ايوه صح 12، يبقى انا لازم اعمل هنا 4 تانيين اهو بالشكل ده كده، وهعمل الخلفي كله شغال اهو زي ما اتفقنا، والامامي برضو ابره لا تعمل وابره تعمل. يبقى ده رقم 8، يبقى ده رقم 9 هكمل اهو، ورقم 10 ومعايا اهو اللي انا بادئه فيه. معلش احنا عارفين طبعا ان الماده بتاعتنا دي بتاخد وقت في الرسم، بس كمان ما بتحتاجش مذاكره، يعني مجرد ما بتمرني ايديك وخلاص، مش محتاجين اي مذاكره فيها، ولا بناخد وقت مذاكره ولا اي حاجه، بس هي محتاجه مهاره بان انا اقعد ادرب ايديا كتير عشان اطلع رسم الغرزه مظبوط، فهو ده بس اللي بياخد مني وقت. وكل ما تدربوا ايديكوا اكتر كل ما يبقى احسن عشان الامتحان، لان الامتحان مدته 2 ساعة وبيبقى طالب مني رسومات كتيره جدا، فكل ما بتبقى ايدينا متمرنه كل ما بتبقى ايدينا فيها سرعه في الرسم اهو. عملت كده 11، السطر رقم 11، وادي السطر رقم 12 بالشكل ده كده اهو، اهو بالشكل ده كده عملت رقم 12. انا لغايه دلوقتي عامله ترتيب ابر بس، لسه ما حطيتش خط سير الخيط زي الباقي. طيب احط بقى خط سير الخيط. ايوه احنا اتفقنا ان في 4 تعليق اهو،
يبقى كده جالت الاتنين اهم ظهر، نزلت اهو وعلقت. طيب اللي بعده اهو بالشكل ده، يبقى انا علقت كام سطر؟ علقت اتنين. تمام، انا بعلق المفروض كام؟ اربعة اهو. انا كده علقت تلاتة اهو، انا كده علقت الاربعة بتوعي. طب واخر اتنين؟ ايوه اخر اتنين تصريف اهو. ناخد بالنا من الفرق، بص لفيت ازاي اهو، صرفت الغرزة الاولانية وادي التانية اهو. معلش اخدت مننا وقت بس لازم نمرن ايدينا عليها. يبقى دول كده ال 12 سطر بتوعي، اول اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، وبعد كده عمل سطرين تصريف، وعملت سنة عريجة. السنة العريجة دي رحلت الإبرة الشغالة بمقدار إبرة، فبدأت بالإبرة الغير شغالة، وعملت أربع سطور تعليق على إبر الوجه الأمامي، وبعدين اتنين سطر تصريف. طبعا بعد كده المفروض برجع العريجة وأعيد وأكرر، يعني أنا كده عملت يا دوب تكرار واحد. ده اسمه الأسلوب الإيه اللي أنا رسمته ده؟ أيوه اسمه الأسلوب الخرائطي. قبل ما احط الخيط عليه كان اسمه ترتيب ابر، يعني وانا رسمه ترتيب الابر بتاعي بس كده كان ترتيب ابر، مجرد ما حطيت الخيط بقى اسلوب ايه؟ خرائطي. يبقى احنا هنا بدأنا السؤال بتاعنا وقال ارسم قدامك اسلوب رمزي وقول لي اسم الغرزه ايه. ده كان بدايه السؤال، مظبوط بدايه السؤال كان قايل لي تاني ارسم الاسلوب الخرائطي والتصويري، بس الاول قول لي اسم الغرزه ايه. يبقى اول حاجه قلنا ان الغرزه هي خلايا النحل الثقيل، وقلنا ان اسلوب الوصف بتاعها بنرتب الابر الوجه الخلفي كله شغال، الامامي ابره وابره، عملنا اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، اتنين سطر تصريف، وعملنا سن عريجه. تمام، بعد كده بعد ما عملنا السن العريجه عملنا تاني اربع سطور تعليق واتنين تصريف. ناخد بالنا ان دايما التعليق كان على ابر الوجه الامامي، يعني الوجه الخلفي كله تمام شغال مفيش فيه اي مشاكل. ورسمنا مع بعض الاسلوب الخرائطي على 12 سطر. طب فاضل لنا ايه في تكمله السؤال؟ ايوه فاضل لنا رسم الاسلوب التصويري. تمام، نبدا بقى ونشوف الاسلوب التصويري هيترسم معانا ازاي. طبعا الاسلوب التصويري لازم احدد النقط بتاعتي تكون على مسافات متساوي، ولازم تكون على 12 سطر. ليه على 12 سطر؟ ما احنا قلنا عندنا 4 تعليق 2 تصريف، سنة عريجة 4 تعليق و2 تصريف، يعني 6 و6 هيبقوا 12. طب نبدأ مع بعض كده ونشوف. طيب اهو هبدأ من تحت شوية عشان طبعا المسافة تكفي معايا، وهعمل على قد المكان ما يكفي بتاعي اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، طبعا عشان نوصل لايه؟ لاخر الغرزة. وبعمل اهي النقط على مسافات متساوية، اربع مربعات عرض واربع مربعات طول اهو بالشكل ده كده اهو، اربع مربعات عرض واربع مربعات طول. هنعمل كام ابرة؟ لو انا بصيت في الاسلوب الرمزي اللي عندي هلاقيه على 5 ابر. تمام اهو انا كده عملت اربع ابر اهو. طبعا احنا متفقين ان كل ابرة بتبقى عاملة لي عمود فوقها اهو، يا ريت كلنا نبقى جاهزين كده واحنا شغالين ومدربين ايدينا عشان تطلع رسوماتنا شكلها حلو. طيب العمود الاولاني كان عبارة عن غرزة ظهر اهو، رأس الغرزة ظهر اهو، واللي بعده ظهر بنفس الشكل ده كده اهو، عبارة عن غرزة ظهر، عمود غرزة ظهر اهو بالشكل ده. عملت كل غرزة ظهر تصريف اهو لغاية الاخر، اشتغلت كل غرز الظهر. نيجي بقى للعمود اللي جنبه، انا قلت عندي 4 تعليق اهم، 4 تعليق،
وبعد كده عندي ايه؟ اتنين اتنين تصريف اهو، ادي واحدة وجه وادي التانية وجه. وبعد كده عملت سنة عريجة، يعني انا رحلت الابرة دي الناحية دي، فظهر عندي هنا عمود تاني ظهر اهو بالشكل ده كده، اللي انا رحلت عليه الابرة اهو. طبعا احنا المفروض نشتغل بمسطرة الدوائر عشان رأس الغرزة تطلع مظبوطة معانا، لكن احنا عشان الوقت طبعا بنشتغل بايدينا اهو. واما جيت نقلت الابرة دي الناحية دي، فعملت لي ايه؟ اربعة تعليق برضو هنا بالشكل ده، وبعد كده هيبقى فيه اتنين تصريف، واحدة هنا وواحدة فوق عشان المكان طبعا مش مكفي. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ ايوه انا هنا ممكن ازود بقى واحد ظهر او ما ازودش براحتي اهو. زودنا هنا عمود تاني ظهر اهو عشان لما اجي اوصل في التعليقات يبقى سهل معايا اهو. ده كده عمود ظهر بالشكل ده كده، كله تصريف، يعني الظهر كله تصريف، هي المشكلة بتبقى عندنا في الوجه. تمام، كل راس عملتها بعمل الساقين بتوعها اهو بالشكل ده كده، كل راس اهي بعمل الساقين بتوعها اهو بالشكل ده كده مظبوط بالقلم والمسطرة عشان تبقى ايدينا مظبوطة فيها اهي بالشكل ده اهو لغاية الاخر. وزي ما عملت الساق الاولانية بعمل الساق التانية اهو بالشكل ده كده اهو، وباجي اعمل العمود التاني اهو عمود الظهر، بعمل له الساقين بتوعه اهو بالشكل ده، ساقين منتظمين اهو. ده كده الساق الاولاني، وبنزل بالساق التاني اهو بالشكل ده اهو. طبعا انا هنا المفروض في غرزة فوق، بس هي اللي مش مكملة معانا، المكان مش مكفي عشان المفروض هما 12. طب تمام، اعمل بقى كمان الساقين للعمود الاخير اللي انا قلت ممكن اعمله وممكن ما اعملوش، بس طبعا احنا بنعمله عشان نسند عليه واحنا شغالين في الاسلوب التصويري بتاعي، فبعمله كزيادة من عندي زيادة على التكرار بتاعي اهو. نبص بقى لدي، انا عايز اعمل الساقين لغرزتين الوجه دول، هعمل ايه؟ هييجوا ينزلوا لغاية تحت اهو، بص نزلوا لغاية تحت ازاي، ما هي دي معلقة معلقة، يعني طلعت ولقطت خيط لكن ما صرفتش اهو بالشكل ده كده اهو، وبنزل على التانية اهو بالشكل ده كده. طيب امال هنا؟ ايوه نفس الشكل اهو اهو نفس الشكل بتاعي. طيب اجي بقى اوصل. تمام، بالنسبة للقدمين من هنا مفيش مشكلة اهو، دول كده مفيش مشكلة، بس ما كل راس ليها قدمين اهو. طيب امال هنا بقى هنعمل ايه؟ وهنا هنعمل ايه؟ هنا بقى كده نشوف بقى دول هيتوصلوا ازاي اهو بالشكل ده كده اهو، بنزل دي كده وبنزل القدم كده وبوصلهم الاتنين ببعض اهو اهو بالشكل ده كده، وانزل دي وانزل دي واوصلهم كده اهو. تاني بنزل دي القدم دي مع القدم دي وبشبكهم مع بعض اهو، بنزلها اهو واشبكها
تمام. طيب نيجي بقى لهنا، طب دي ماشي هتشبك هنا، ودي ماشي هتشبك هنا، ودي هتتصرف مع دي. طب امال دي هتروح فين، ودي هتروح فين، ودي هتروح فين، ودي هتروح فين؟ الاربعة دول اللي في حصل فيهم عملية التعليق هيروحوا فين؟ طيب هنقول دلوقتي هيروحوا فين، هوصل الاول دي كده اهو، القدمين بتوعها اهو بالشكل ده كده، واجي اوصل اهو اهو عادي مفيش مشكلة، دي هتتوصل بدي كده، اوصلها بايديا اظبطها اهو اهي بالشكل ده كده اهو اهو انا كده وصلت عادي خالص القدمين دول مفيهوش مشكلة. انا المشكلة عندي في الغرز اللي علقت، هعمل فيها ايه؟ هي دي المشكلة اللي احنا هنواجهها دلوقتي وهنشوفها مع بعض هنعمل فيها ايه. اهو دول بقى هما المشكلة اللي عندي اللي في النص دول، هعمل ايه؟ بصوا بقى هنعمل ايه. هاجي اول حاجة، المفروض معنى كلمة تعليق معناها ايه؟ ان الابرة طلعت لمستوى سمح لها انها تلقط خيط لكن ما تصرفش، يبقى هتمشي اهي، طلعت اهي، اللي بعدها هتطلع بعدها، اللي بعدها طلعت، واللي بعدها طلعت. بص انا عملت ايه، طلعت الاربع خيوط اهو، ده اللي هو خارج من هنا، وده اللي خارج من هنا، وده خارج من هنا، وده خارج من هنا. طب والناحية التانية نفس الشكل اهو، هاجي كده من الناحية دي. اهم حاجة خطوطي ايه، خطوطي بميلة اهي مع بعض عشان خاطر ما يحصلش ان انا الاقي الخطوط دخلت على بعضها، او ان واحدة طويلة وواحدة قصيرة، لا لازم يكونوا زي بعض متوازيين اهو، اهو بالشكل ده كده اهو بالشكل ده اهو. شفنا عملنا ازاي، هنوصل دي بدي، وطبعا دي بدي، ودي بدي اهي، وهاجي هنا هكملها بايديا بقى كده، كأن الاربع غرز دول جم هنا اهو بالشكل ده كده. طيب امال دي ما زيها نفس الشكل بالظبط، نفس الشكل بالظبط اهو اهي، وي اهي، وهي نفس الشكل اهو، ونفس الشكل برضو الناحية دي اهو، طلعت برضو اهي وعلقت اهي بنفس الشكل اهي، نفس الشكل. وبرضو هوصل ببعض اهو، اهو بنفس الشكل بتاعي اهو. فاضل بقى السنة العريجة. ايوه السنة العريجة هجيبها ازاي؟ هاجي بقى عند دول اللي انا ما وصلتهمش وهوصلهم كده بالشكل ده كده، هعملها بلون تاني عشان تبقى اوضح بالنسبة لنا اهي. بس هي المفروض طبعا بتتعمل بنفس اللون، بس انا عشان تبقى واضحة معانا في الصورة لكن لازم تبقى بنفس اللون اهو اهو، بس انا عملتها باللون تاني عشان بس تبقى واضحة معانا. يبقى انا كده عملت الاسلوب التصويري لغرزة ايوه خلايا النحل الصقيل، عملت فيها ايه الاسلوب التصويري بتاعي، عملت اربع سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، وبعد كده اتنين تصريف، عملت سنة عريجة، وبعد كده عملت اربعة تعليق واتنين تصريف، وبعد كده بعمل السنة العريجة. طبعا السنة العريجة دي المفروض بنفس اللون، يعني احنا شغالين كله بلون واحد، بس انا عشان تبقى واضحة معانا، عشان خاطر تبقى واضحة في الصورة، فعملتها بلون تاني مختلف. يبقى احنا كده رسمنا في الاول الاسلوب الخرائط بتاعنا اهو لغرزة خلايا النحل الثقيل،
وقلت ان احنا عملنا ترتيب الابر، الوجه الخلفي كله شغال والامامي ابره تعمل وابره لا تعمل. عملت 4 سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، وبعدين 2 سطر تصريف، وعملت بعدها سنه عريجه، 4 تعليق تاني على الوجه الامامي واتنين تصريف، وبعد كده المفروض برجع العريجه واكرر. حبيت اعمل التصوير اهو، قسمت عندي على مسافات متساويه ولتكن 4 مربعات عرض و4 مربعات طول. عملت العمود الاولاني غرز الظهر كله تصريف، وهنا على فكره الظهر على طول شغال تصريف، التعليق عندي موجود على الامامي فقط، لكن الظهر كله زي ما احنا شايفين تصريف. وعندي هنا كانت المشكله في ان انا هعلق ازاي، يبقى الطبيعي بحط المسطره وببدا اوصل خطوط بمسافات مستقيمه ومتوازيه عشان خاطر ما تحصلش ان الخطوط تخش ببعضها، هنا على 4 سطور تعليق، وبعد كده بعمل الاتنين تصريف والسنه العريجه. قلت ان انا عملتها بلون مختلف عشان تظهر معايا، لكن انا المفروض بعملها بنفس اللون. يبقى انا كده حليت السؤال بتاعي اللي هو قال لي ايوه اسم الغرزه، قلت له تمام غرزه خلايا النحل الصقيل. قال لي ارسم الاسلوب الرمزي، رسمت له الرمزي. ارسم التصويري، رسمناه. ارسم الخرائطي، رسمناه. وقال لي كمان لو جه قال لي بقى في الامتحان كمان اكتب الاسلوب الوصفي، هبدا اوصف. هجيب اول حاجه عندي ترتيب الابر، هكتب كده اقول الاسلوب الوصفي، وممكن يقول لي طريقه تنفيذ الغرزه، يعني ليها معنيين، يا اما الاسلوب الوصفي يا اما طريقه تنفيذ الغرزه. فانا اول حاجه هقول الاسلوب الوصفي او طريقه تنفيذ الغرزه ان انا هرتب ابر الوجه الخلفي كل الابر تعمل، اما الوجه الامامي فخليه ابره تعمل وابره لا تعمل. هعمل 4 سطور تعليق على ابر الوجه الامامي، 2 سطر تصريف، وبعد كده بعمل سنه عريجه. بعد ما بعمل السنه على العريجه برجع اعمل تاني 4 تعليق على الوجه الامامي واتنين تصريف، لو احنا جمعناهم هلاقيهم 12 سطر، 4 و2 و4 و2، 6 و6 12، يبقى احنا كده عملنا ال 12 سطر بتوعي. طيب عشان خاطر وقتنا ملحقناش نكمل مع بعض خلايا النحل الخفيف، لكن هي بنفس الترتيب لكن مختلف في حاجة بسيطة. هو الاختلاف اللي عندي ان ابر الوجه الامامي بتبقى ابرة تعمل وثلاث ابر لا تعمل، وبنعمل سنتين عريجة. يبقى انا في الحالة دي برحل الابرة الشغالة عندي وببدأ بابرتين غير شغالين. بكده يبقى احنا راجعنا الحمد لله على الباب الاول لمادة التراكيب. اتمنى ان انتوا تكونوا حضرتوا الورق واشتغلتوا معانا. في انتظار اسئلتكم على قناتنا، قناة اليوتيوب للتعليم الفني. كنت سعيدة جدا معاكم واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.